عام 2020 شهد سلسلة متنوعة من الأحداث، وأبرزها كانت تظاهرات تشرين التي انطلقت في جميع محافظات العراق والتي خلفت آلافا من الشهداء والجرحى، وتلتها جائحة كورونا هي الأقوى التي كان لها نصيب بحصد العديد من الأرواح بسبب انتشارها في جميع أنحاء العالم ومنها العراق، وآخرها كانت الأزمة الاقتصادية وارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي، فكان هو الآخر له نصيب بخسائر مالية بين التجار والطبقات الفقيرة. عام 2020 كان عام استثنائي وعام متعب، ومرت به أيام حزينة جدا على الشعب العراقي. هذا العام خسر أبناء الشعب العراقي أكثر من 800 شهيد وأكثر من 25,000 جريح. هذا العام شهد جائحة استثنائية هي جائحة كورونا، اضطرتنا أن نودع أعزاء علينا. نأمل ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام 2021 مختلف تماما عن عام 2020. كانت الأمنيات أن نستقبل عاما جديد مليئا بالأمل ويحمل لنا أياما جميلة ومستقبلا مزدهر، ومحاسبة سراق المال العام وقتلة الأبرياء في مختلف محافظاتنا العراقية، لتكون بداية عام 2021 هي إرجاع حقوق الشهداء والجرحى لذويهم. نتمنى من سنة 2021 تكون سنة خير ومحبة للعراقيين، وكذلك سنة تفاؤل في القضاء على الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا في الأرض فسادا، وكذلك محاسبة قتلة المتظاهرين 500، وإن شاء الله يا رب تكون سنة مفرحة لعوائل الشهداء بالقصاص من المجرمين. فرحة وبهجة انتشرت في أجواء محافظة كربلاء للاحتفال بهذه المناسبة، متمنين لإخوتهم المسيح تحقيق أمانهم بالمحبة والسلام بين أطياف المجتمعات المختلفة، ليشارك الجميع في رسم فرحة عراقية يعلوها حب الوطن والنهرين. يعني في البداية نتمنى أن تكون هذا العام بداية خير وبركة، ونتقدم بالتهاني والتبريكات لإخواننا في الوطن والإنسانية، إخواننا من أبناء الديانة المسيحية. نتمنى لهم إن شاء الله عيد مجيد ورأس سنة مباركة إن شاء الله تعالى، وأيضا نتمنى أنه يعني كل عام يحتفلون ويانا أبناء الديانة المسيحية هنا في العراق وحتى المهاجرين خارج العراق. أكثر ما يحبه الشعب العراقي هو السلام والتسامح في أعياد الميلاد ورأس السنة، لتكون بداية عام جديد لا يتخلله خصام بين الأحبة والأصدقاء. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.